قفشات ضاحكة عفوية متكتكة، قفشات ضاحكة عفوية متكتكة، والأحلى ردة فعلك عصبية رومانتيكا. أعزائي مشاهدين وحضور، يسعد لي مساكن. برنامجنا شوفي ما في هدفه ينتزع الضحكة منكم ويزرع الفرح بقلوبكم. هلأ رح نتناول موقف بيطرح موضوع النخوة عند الناس. المثل بيقول إذا خليت خربت، بس الدنيا لساتها بخير. خليكن معنا. انت 500 من الارض، انا شفتك كمان، انا كنت واصله، انت 500 حطيتها بجيبتك، ما بدي احيي تسحبها على جنب. ليش لا تسحبها على جنب؟ لا انا ما في داعي تسحبها على جنب، طلعت 500 بتعطيها للمخلوق، ما بريد ولا بدي. شو ليش لا تريد؟ اي وعد مني اخذها هو. هو رجابه طلع من جابه. وين 500؟ انا بدفع 2000 ليره. اسمع شو؟ هي 1000. فوت فرعش. اسمع طلع من جيبتك 500. شوف هلا انا بامكاني طولي براك. خلص مين اعطيني احسن منك على بكره ندخل اخر كلمه بحكي معك. هلا قرار عم تقول لي رح اعطيها. انت هلا حطيتها بيتك اليمين، اذا ما في بيتك اليمين هلا بدي اكون. ما حلو. طب ليه عم انا بدي اروح هلا. ايدك انا بطلع ما تيجيك على جيبته طالع. لا لا اوعى في محارم. لك عيني طول بالك شوي. شو عم تعمل انت هيك؟ لا ليش بايدك كذا؟ لك طول بالك. لك يا ابن الحلال. يا حبيبي اعطيها 500. تفضل تفضل. شو؟
هلا انت ليش معصب؟ ما حلو قدام العالم هيك. اعطيها ال 500. بتعرف انا شو رح اسوي؟ شو بدك تسوي؟ دفعت حقه نادين كرمال، دفعت حقه. دفعت حقه؟ كنت انا بحاسب عوضه. لا عمي ما بدي عليها حاسب. انت حبيبي رح 500 رح اقسمها بيني وبينها. المرأة شو تقسمها بيني وبينها؟ قلت صوتك اعطيك 300 لها. لا تقسمها حبيبي. دير بالك اه. طول بالك شو طول؟ تسخن لانه ما له علاقة. اعطيها ال 500. طلع ال 500 بجيبتها. هيك عم بقول له. طلع ال 500 بجيبتها. بعطيك تفضل 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 تركني شو؟ لا 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 كلياتنا منعرف الوزن الطبيعي لأنينة الغاز، بس قصة البرنامج غيروا من مواصفاتها بشكل كبير. خلونا نعرف السبب. أي هاي دخل عينك بس طريقك بس هون قدام 200 متر، بس معي غاز وصلني طريقك، بس جرس الغاز لو سمحت جرتين. فاضيين ولا مليانين؟ مليانين، ما انا ما بقدر نزلهم لهنيك، بس هون على طريقك بعد اذنك. ايه بس لو معش بدي عزبك معي شوي بس. خلي لي عينك بس كمان هاي بعد اذنك. لا ملياني اثنين بس لانه تقال ما فيني فاضي. لسه كمان واحد الثاني نتر. اخ فاضية فاضية. اخ لا شو مرحبا معلش بعد اذنك بدي حط اناني بالصندوق لهون قدام 200 متر على طريقك. معلش بس تبريدي بس تقطع ب 500 وخلي خلي انا انزل انا بصرف لك معي هلا صفي بعطيك بس بعد اذنك. ايه بعد اذنك. ايه بدي عزبك معي بعد اذنك بس هون قدام لانه بس تقال معبيتهم. ايه بس بعد اذنك. خلي لي عينك بس هي كمان.
نصيبك جابا لعند حبابا أهلا وسهلا طولت غيابك نصيبك جابا لعند حبابا أهلا وسهلا طولت غيابك كاميرا دايما بتحييك بنقلك الله يخليك لا تزعل رح من راضيك شو ما بتأمر حسابك كاميرا دايما بتحييك لك الله يخليك لا تزعل رح من راضيك شو ما بتأمر حسابك نصيبك جابا لعند حبابا أهلا وسهلا طولت غيابا يسعد أوقاتكم حضور ومشاهدين بحب ذكركم دايماً إنه شعارنا هو البسمة والعفوية وصحيح نحن أصحاب مقالب بس غايتنا زرع الفرحة بقلوبكم خلونا نتابع سوا مين صاحبهم؟ بدي يكون موجود بدي يكون موجود بس ليش؟ شو لأنه تبدنا المعلومات أنت نحن البيت ما بنستخدمه بالليل بس بالنهار اخي وانا بتكتب على التجار وشو اللي بتستخدمه شلون يعني؟ يعني نحن مستأجرينه 6 اشهر بس 3 اشهر بال يعني نص النهار هيك متفقين مع صاحبه انه مأجر جماعة ثانيين كمان 3 اشهر نص النهار يعني 3 شلون نص النهار؟ انا بكتب لك اياها 3 شهور ايه بتحب تسكن فيه نهار بتحب تسكن فيه نص نهار بتحب نحن 6 اشهر اخذينه أيوة. بس باعتبارنا نستخدمه نص نهار ايوه يعني بس نحن بنستخدمه من الساعة 3 بالليل من الساعة 3 بعد الظهر للساعة 3 بعد منتصف الليل جماعة تانيين بياخذوه بعد الثلاثة وين الجماعة التانيين؟ قريبينه لصاحب البيت نسلمهم اياه الساعة 3 لا احمد طيب ما يكتب طيب الواحد بكتب عقد باسم واحد ولا عامل عقد باسم الجماعة هدنك هو ايه طيب اسكن معهم انت ما بيصير 3 شهور انا والله اول مره بتمر علي نص نهار لانه مأجر جماعه ثانيين كمان نص نهار هو نص يوم اخي والله بحياتي ما صارت هي بس انا بدك 3 شهور بكتب لك 3 شهور اكتب 3 شهور اكتب 30 بنتهي ب 30 صباح 11 30 واحد ايه كم غرفه البيت 6 غرف وصالون ست غرف وصالون م.
وفي صالون، سجلت الصالون. ايه صالون، في منافع وعدة مطبخ. معلم هاي بتكتبوها لحالكم فرق. راح اكتب لك مفروش بموجب لائحة، لائحة الفرش يعني شو بتتضمن؟ بتكتبوا ان شاء الله، بتكتبوا اللي بدكم اياه، شو في بهالبيت بتكتبوا هذا ضمن اللائحة. تمام بيصير، بتكتبوا هذا ضمن اللائحة. عرفت شلون؟ بكتب لك انا مفروش، مفروش فرش كامل. نعم لك عقد، انا بكتب بموجب لائحة. ايوه لائحة موقعة، مثلا ثلاث دزينات معالي سجل عندك، بتكتبها هاي باللائحة اللي بينك وبينه. اه مو انت بتكتب لنا اياها؟ لا مو انا، هاي لائحة لحالكم بيناتكم، توقعوها على جنب. دزينة ونص شو؟ طيب سجل. سكرية عدد 2، اخي هلا مال البيت مفروش. ايه هالفرش اللي، هالفرش اللي انتو موجود فرش في البيت؟ موجود فرش في البيت. موجود فرش، هالفرش الموجود بتسجلوه ضمن لائحة بيناتكم؟ ارتر شلون؟ بتوقعوها بين الطرفين، وبكتب لك موجود مفروش بموجب لائحة موقعة بين الطرفين، بتفوت لجوا. وبركي بكرة قال لي في مثلا دزينة شغلة وما كانت موجودة، ما أو اللائحة مو مسجلة، ما بتسجل هون اللائحة. مسكي بدنا نفندها مشان ما يضيف، لك مشان ما يضيف عليها، هذيك اليوم ضايفين عليها كرسي حمام. اخي في دزينة شغل؟ ايه تكتب دزينة شغل؟ دزينة ونص. دزينة ونص، دزينة 10 دزينات خيو؟ لا 10 شبنا فيه، مو 10، مو 10. خلص دزينة ونص موجود، قد ايه؟ معلقة. قديش سجلنا؟ كم؟ 6 غرف صالون. 6 غرف قبله شوي، 6 يعني مقسمهم بالنص هو. يعني مشان مشان اللي بيناموا، ان شاء الله كل واحد يستخدم غرفه الثاني. هلا هو سقفه عالي البيت.